هل حرام نسخ الشرائط الدينية أو الفيديو أو السي دي؟ طبعا حرام، لأن علشان هيئة من الهيئات تنتج السي دي أو تنتج الشريط أو تنتج الفيديو بتصرف كتير على بال ما توصل لدي، تيجي انت تروح واخدت على الجاهز كده وتنسخ منها، دي اسمها حتى الحماية الفكرية للمصنفات الفنية أيا كانت، بالصوت بالصورة، لكن انت تاخد شريط وتنسخه كده الكلام ده مش صح. الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. كنيستنا القبطيه تذكر باعداد ضخمه من الشهداء الذين نالوا اكليل الشهاده في سن صغير منذ طفولتهم، ومن هؤلاء الشهداء الشهيده كريستينا والشهيده سارة، أم الشهداء الأطفال بطرس وبولس، تقوم بتسجيل سيرتهم وتعريف حياتهم لكل أبناء الكنيسة في الداخل وفي الخارج. الأستاذ المبارك ثابت راغب ليعرف كل أبناء الكنيسة وشعبها بسيرة حياة هؤلاء الشهداء الأطفال. نطلب من ربنا أن يبارك عمله ويكثر من أمثاله وينتج لكنيستنا ذخائر عن قديسينا وشهدائنا، ويعرف أولادنا بسير الشهداء الأطفال الذين تمجدهم الكنيسة وتعتبرهم أمثلة لأولادنا لينظروا إلى نهاية سيرتهم ويتمثلوا بإيمان. نطلب من ربنا أن يوفقه في عمله ويبارك كل أعماله وإنتاجه في مصر وفي الخارج، بصلوات حضرة صاحب الغبطة والقداسة البار المعظم الأنبا شهود الثالث. ربنا يديم حياته في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والطرازة المرقسية في مصر وفي كل العالم، وربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. العبرة بالوجوه يا ولاد نظمت رحلة لدير مارينا، وطبعا انا مش في الرحلة وحجزت لكم معايا كلكم. ها ايه رأيكم في المفاجأة دي؟ رحلة؟ حلو دير مارينا، انا نفسي اروح دير ابو سفين، نفسي اشوفه. حاضر يا رسيلة، هنروح دير ابو سفين اللي في طموح. انا معاكم وممكن استلف علامة كبيرة وحلت محشي. انا عندي مليونين اقدر اديك منهم واحد يا كريم. بواتيش أدي توبة
لكن اوعدك بصدق قدام ربنا اني هقبله هديه. اما انا بقى مش هقدر انزل ميه بالمايوه بتاعي. ليه كده يا مينا؟ اصل ماما بتضربني وبتقول لي ما ينفعش تنزل بالمايوه الميه عشان ممكن يتبل ويبوظ. عوامل ايه ومايوه ايه يا مينا يا حبيبي؟ انت فاكرنا رايحين نصيد يا بابا؟ بتقول رحله يا عم جردي. ايوه رحله، دي رحله لدير. دير؟ يعني مش هنلعب؟ مش معقوله يا كلام، مش احنا هنقضي حياتنا كلها لعب وبتاع. انت ايه؟ ما بتفكرش غير في اللعب وبس؟ على فكره يا عم جردي، الرحله دي لو بفلوس انا مش هروح. ليه يا كريم مش هتروح؟ انا اصلا ابويا بيديني جنيه في الاسبوع، الجنيه اللي يدخل جيبي ما يخرجش منه ولا بالطبل للبلد. لا اطمن يا كريم، كنيسه العذراء بالوجوه مطلعه الرحله دي مجانا. يبقى هطلعها اول واحد. فكره الدير دي هايله يا عم جرد. انا متاكد يا ولاد ان انتوا هتستفيدوا منها جدا، وتعرفوا الناس ان في حاجات اهم من الضحك واللعب كتير جدا. ايه ده يعني هنفصل مكشرين دلوقتي؟ طيب عليكم كده هتجننوني. لا طبعا يا رسيلة، لازم تعرفي ان اللعب ليه وقت والضحك ليه وقت والجد ليه وقت. فعلا الواحد زي ما بيهتم باحتياجات الجسد لازم برضه يهتم باحتياجات الروح. برافو عليك يا سامي. عم كركس. نعم يا رسيلة. هي رحلة امتى؟ انتوا تروحوا دلوقتي وبكره من بدري نتقابل عند اتوبيس الرحله. ده هتبقى رحله هايله. اذا فيها الشماسي ممكن نقدرها من بلاش جنيه. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. النهارده يا اولادنا حلوين، انتوا هتروحوا تزوروا دير ابو سفين بطمون. وطبعا زيارتنا لدير ابو سفين او اي دير او اي كنيسه طبعا بنكون ايه بخلاف اي رحله بتقوم بها الكنيسه. مش رايحين جنينه او رايحين مصيف، لا رايحين دير. ففي الدير بنكون هاديين، لان الكتاب المقدس بيقول لنا ايه حلوه بتقول ببيتك يا رب ايه تليق القداسه. يعني نروح نصلي نسمع كلمة حلوه من ابونا صليب اللي هناك، ونكون هادين جدا مطيعين للخدام بتوعنا، وتروحوا وترجعوا بالسلام. شاطر يمينك، اهدى يا شريف.
رملس اقعد يا بابا. يا هادي اهدى. والتنتاج وانا هو وياكم اوعى فيهم يا ولادي تافوا. جسدي ودمي اللي ياخدهم له الابديه والحق حب الرب اله من قلبك فكرك وكيانك. طبعا الأولاد يتفضلوا على العنابر بتاعتهم والبنات على عوضهم. اتفضلوا اطلعوا ناموا وانا حصل. اتفضلوا تصبحوا على خير يا أولاد. مين الكيسة فيها سنف؟ مش عارف يا رسيلة. نسأل عم جرجس وهو يقول لنا. ايه أولاد؟ طافين هنا ليه؟ ما نمتوش ليه؟ مين دي يا عم كركس؟ دي مكتوب تحتيها الشهيدة كريستينا. باين عليها طيبة قوي. شهيدة كريستينا صغيرة قوي. في عدد كبير من الأطفال يا أولاد استشهدوا على اسم المسيح. ممكن تحكي لنا حكايتها يا عم كركس؟ سامحني يا سامح حبيبي انا ما اعرفش حكايتها ايه، بس الصبح ان شاء الله يا اولاد نسال اب من الرهبان يحكي لنا حكايتها. دلوقتي اتفضلوا تناموا ونصحى الصبح على خير ان شاء الله. اتفضلوا يا اولاد. نصحى على خير يا عم كركس. وانتم من اهله يا حبايبي.
يا ولاد انتوا لسه ما نمتوش ولا ايه؟ طب ازاي؟ مش مهم، المهم ان انا واقفه قدامك دلوقتي وعايزه اتكلم معاك. مش انت ال كريستين؟ الصوره بتقول انك شهيده. ده حقيقي. روسيلا كانت لسه بتسالني عن حكايتك دلوقتي حالا. وهو ده اللي خلاني اجيبه. كلهم كريستينا كانت طفله زي كل الاطفال، تحب اللعب والضحك، بس الفرق بينهم وبينها ان والدها كان والي المدينه، ما كانش بيسمح لها تلعب مع الاطفال اللي في سنها، كانت دايما لوحدها. لا، كان معاها لينا الست الطيبه اللي ربتها بعد وفاه مامتها. اما والدها اربان والي المدينه فكان دايما مشغول. والوالي اربانوس والدك كان مشغول عني بايه؟ مشغول باتباع المسيح لانهم رافضين السجود للالهه. قصدك المسيحيين؟ ايوه يا بنتي المسيحيين. انا سمعت عنهم حكايات صعبه ما صدقتش. سمعتي ايه؟ بيقول انهم كفروا بالالهه المقدسه ويرفضوا تنفيذ اوامر الامبراطور. تفتكري ايه اللي بيخليهم يعملوا كده؟ وانا ايه اللي هيعرفني؟ بس انا عندي احساس ان انت تعرفي عنهم كل حاجه. لا ابدا يا بنتي، انا ما اعرفش حاجه خالص. ارجوك يا بنتي خليني في حالي، انا مش حمل الوالي يا حبيبتي. اقول لك انا هجمع لك شويه ورد من الجنينه من اللي انت بتحبيهم. الليل ممكن اطلب منك طلب؟ ايوه يا حبيبتي اطلبي اللي انت عايزاه. سجن المدينة مش بعيد عن القصر، ممكن توديني هناك؟ لا مستحيل طبعا، جناب الوالي مش ممكن يرضى بكده. اطمني، انا والدي كان بيطلب مني كتير اروح معاه وعشان اشوف ايه اللي ممكن يحصل اللي بيرفضوا سجود الاله. وانا اللي كنت برضه يا بنتي عشان خاطر ما تخليش الوالي يغضب علي. قلتلك اطمني، انا مش ممكن اتسبب لك في اي مشكلة. طب وايه لازمة من روحك هناك بس؟ رغبة، عشان خاطر يا هلين، عشان خاطر يا هلين، عشان خاطر يا هلين. طيب طيب يا حبيبتي، لولا جناب الوالي امرني ان انا اسمع كلامك ما كنتش رضيت ابدا. قولي لي بقى والمكان فين؟ قوم روح النفس هوا. كفايه ايه؟ انت ما عندكش رحمه، مفيش في قلب الرحمه ده لان كان برضه بني ادم. يا الله يخص خبر بالالهه بتاعتنا المقدسه. اخص خالص، انت كذاب كذاب كذاب. هيسكت وهيبخر للالهه. مكتوب من رب الله يكتسب وياه واحده. ايه؟ قلت ايه؟ سمعت كده؟ رب الله يكتسب وإياه وحده تعبد. انت لسه اول طريق العذاب، بإيدك ترحم نفسك من الألم اللي مستنيك. وأنا مش طالب منك بإنك تسكت للآلهة المقدسة وتسيبك من المسيح المصلوب بتاعك دوت وتفول حياتك. حياتي كده كنت مع المسيح الفتنة. يبقى انت اللي جريت على نفسك. انت ايه يا حبيبتي؟ انا بشكر الالهة انها بعتتك لي في الوقت المناسب، عشان حبيبتي كنت من زمان عايزك تشوفي ايه مصير الانسان اللي بتغضب عليه الالهه المقدسه بتاعتنا. الراجل ده من اتباع المسيح المصلوب، انكر الهه ابائنا واخداتنا، وعشان كده الالهه غلبت عليه واترمى في السجن زيه زي اي نص او واحد من قطاع الطرق. عشان كده يا حبيبتي أنا عايزك تعرفي حاجة مهمة جدا، إن الإيمان بالآلهة المقدسة
آلهة أبائنا وأجدادنا. هو ده الطريق الوحيد علشان تحيا حياة كريمة. الجلد والحرق والموت، لو كان مؤمن بحاجة كبيرة يخليه يضحي بحياته عشانها. أرجوكي أرجوكي تفهميني إيه اللي تعرفيه عن المسيحية؟ يا بنتي قلتلك معرفش حاجة خالص. فوقي لنفسك بقى، ارحمي نفسك وارحميني معاكي. أنا مش قادرة أفهم، أنت ليه خايفة كده بالشكل ده؟ خايفة لأني عارفة جناب الوالي كويس، ده لو سمع حاجة من اللي إحنا قلناه هنا معرفش اقول لك يعمل ايه. حرام عليكي يا بنتي، ارحمي نفسك وارحميني معاكي، وما تتكلميش في الموضوع ده تاني خالص بقى. هلين انا اتربيت على ايديك وعمري ما حسيت انك مجرد مربيه لبنت والي المدينه. انا دايما بحس انك امي اللي اتحرمت منها. وانا عشان كده يا بنتي خايفه عليك، خوف الام على ضمانك، عشان كده لازم تفهميني. يبقى لازم تفهميني. يوه افهمك ايه بس، افهمك ايه تاني يا بنتي؟ تفهميني اللي بيخلي الناس دول يتحملوا العذاب ده كله، مع انهم ممكن بكلمه واحده يرتاحوا من الالم والتعذيب. لانهم يا بنتي، لانهم يعني شافوا ان حياتهم بقت رخيصه خالص قدام المجد اللي مستنيهم بعد الموت. مش فاهمه. اوه هفهمك ايه تاني بس، هفهمك ايه؟ ما تتخليش عني وانا محتاجاك. يا بنتي هقولك ايه بس، بصي يا حبيبتي، في مجموعة كده من العزارة بيروحوا في بيت المعلمة سارة اللي وهبت نفسها لتعليم المسيحية. روحي يا بنتي واسأليها، بتهيألي هي دي اللي هتقدر تجاوبك على كل الأسئلة اللي جواكي. انا عندي اسئله كتير ومحتاجه اعرف جوابها، في حاجات كتير نفسي افهمها. لو الايمان في قلبك موجود هتفهمي كل حاجه. انت قلتي ان المسيح اتعذب، طب ليه يقبل يتصلب ويتجلد ويموت؟ كان لازم يموت من أجلنا عشان ينتصر على الموت ويقوم من بين الأموات ونقوم كلنا معاه. أنا سمعت إن المسيح كان بيقول من ضربك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. أفهم من كده إني لو صاحبتي ضربتنا على خد الشمال أخليها تضربنا على خد اليمين كمان. الآية معناها إن المسيحية أساسها المحبة والسلام والتسامح بين كل الناس. بس الدنيا مليانة ناس أشرار. الدنيا مجرد حياة بنعيشها لفترة قصيرة، لكن حياتنا في الملكوت هي الحياة الأبدية اللي لازم نستعد لها من دلوقتي. يعني إيه الملكوت؟ يعني حياة النعيم، الراحة الكاملة، السعادة بمعناها الحقيقي. والآلهة المقدسة دي مجرد حجارة بنصنعها على هوانا، لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. حجارة؟ افتح باب السجن. جلالتك عارفة الأوامر، باب السجن ما بتفتحش إلا بأمر ملكي. ازاي تقول الكلام ده؟ انت مش عارف انا مين؟ انا آسف جلالة الأميرة، لكن قلتلك افتح باب السجن. كان لازم اجيلك عشان اسمع منك سؤال اللي جواب محيرني. انت ايه اللي بيخليك تتحمل العذاب ده كله مع انك تقدر بكلمه واحده ترحم نفسك وتخرج للدنيا وتعيش فيها
من غير ألم ولا عذاب. لو جه عليك يوم عرفت إن في إنسان بيحبك ويعطف عليكي وبيضحى بنفسه عشانك، تحمل العذاب والألم عشان يرفع عنك شعور الخطية، هيكون إيه إحساسك قدامه؟ تبكي قدام الناس ولا تحبيه من كل قلبك؟ اللي يعمل كده عشانك لازم أحبه. على خير في نفس الميعاد، اتفضلوا أم سلمى. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
اللي اتجسد من اجل خلاصنا. الايمان جوايا ملوش حدود، دليني على طريق الملكوت. انت بنت ولي المدينة، ولو عرف مش هيسيبك، والعذاب المستنيكي اكبر بكتير من انك تتحمليه. دليني على طريق الملكوت. انا خايفة عليكي، ربنا هيحميني. يبقى لازم تتعمدي على اسم الثالوث القدوس، لان دي البداية الحقيقية لاي انسانة عاوزة تكون مسيحية. والتعميد هيفيدني بايه؟ المعمودية هي الميلاد الجديد، وبعدها هتحس ان الطهر والنقاء ملا قلبك، وساعتها بس هتقدري تمشي في طريق ربنا وانت مطمنة. وانا مش محتاجة اكتر من كده. طريق ربنا. كان لازم يموت من اجلنا عشان ينتصر على الموت. انكر عليه ابائنا. دي مجرد حجاره بنصنعها على هوانا، لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. ويقوم من بين الاموات ونقوم كلنا معاه. عليه ابائنا عشان تحيا حياتك. لكن حياتنا في الملكوت هي الحياة الأبدية. إياك ترحم نفسك من الألم المستنيكي. والعذاب المستنيكي أكبر بكتير من إنك تتحمليه. دي مجرد حجارة، لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. يسوع المسيح على اسمه يكون هو الملك. مشغول بأتباع المسيح لأنهم رافضين السجود للآلهة. دي مجرد حجارة بنصنعها على هوانا، لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. عرفوا إن حياتهم بقت رخيصة قدام المجد اللي مستنيهم بعد الموت. يبقى انت اللي جريت على نفسك. كان لازم يموت من اجلنا عشان ينتصر على الموت ويقوم من بين الاموات ونقوم كلنا معاه. رافضين السجود للاله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. يسوع المسيح قبل بالالهه بتاعتنا المقدسه لانهم رافضين السجود للاله. وياهم حياتهم. انكر عليه ابائنا واخدتهم. والعذاب المستنيكي اكبر بكتير من انك تتحمليه. انك ترحم نفسك من الالم المستنيكي. كان لازم يموت من اجلنا. كان لازم يموت من اجلنا. اللي يعمل كده عشان لازم احب. انكر عليه ابائنا ويقوم من بين الاموات ونقوم كلنا معاه. يبقى انت اللي جريت على نفسك. بقت رخيصة قدام المجد اللي مستنيهم بعد الموت. اللي يعمل كده عشان لازم احب. يسوع المسيحية اساسها المحبة. يسوع على اسمه يكون هذا لازم احب. يسوع يبقى لازم تتعمدي على اسم الثالوث. يبقى لازم تتعمدي على اسم الثالوث. على اسم الثالوث. على اسم الثالوث. عرفتي طعم الايمان. انت مش عارفه ايه اللي بينتظرك على ايدين الوالد. انا مش قادره اتصور ايه اللي ممكن يحصل.
لما جناب الوالي يعرف ان بنته الوحيدة اللي ما عندوش غيرها امنت بالمسيحية. المسيحية اللي عاش طول عمره يقف قصادها ويحاول ان يهدمها. لا يا بنتي، لا يا حبيبتي، انت لسه طفلة بريئة يا بنتي. ابعدي عن الطريق ده يا حبيبتي، ابعدي عنه. صحيح انا طفلة، لكن السيد المسيح بيقول دع الاولاد يأتون اليه ولا تمنعوه، لان لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق اقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخل. انتي ما مش كده؟ مولاي انا شفتها بعيني، بس ما كنتش قادر اتكلم. ده برضه مهما كان بنت مولاي الوالي. انت عارف ايه اللي ممكن يحصل لك لو كنت بتكذب عليا؟ مفيش سبب يخليني اضحي بحياتي واضحك على مولاي الوالي. مستحيل مستحيل. دي مجرد طفله صغيره عمرها 10 سنين، ومن السهل ان يضحك عليها. الاجابه وحيده يا مولاي اني مش هرتاح ولا يهدى لي بالي الا لما اعرف مين اللي ضحك عليها وخلاها تعمل ده. مستحيل مستحيل. انهم بيحاولوا يهموني انك دخلتي المعبد وحطمت الاله العظيم. الحقيقه يا ولد. لا ما تقوليش اي حاجه واطمني اطمني يا حبيبتي. انا اعرف ازاي اوقفهم عند حدهم، هخليهم يدفعوا تمام كل كلمه قالوها عليكي. انا فعلا كنت في المعبد. ده امر طبيعي يا حبيبتي. أنا عارف متأكد إنك عمرك ما اتأخرت عن زيارة المعبد المقدس. بس دي أول مرة أدخله بعد ما اتولدت من جديد. اتولدت من جديد؟ اتولدت إيه؟ بقول إني وقفت قدام الآلهة المقدسة ولقيت نفسي واقفة قدام شوية حجارة لا بتسمع ولا بتفهم ولا بتنطق. ساعتها حسيت إني لازم أكسرها وأدوس عليها برجلي. يعني الكلام اللي سمعته حقيقي، والآلهة بتاعتكم ما قدرتش تدافع عن نفسها قدام طفلة صغيرة. ده اللي كان لازم أفهمه من زمان، الإنسان مش ممكن يصبر لغير الإله الحقيقي رب المجد اللي خلقني وخلق. لا ده مش كلامك، مش كلام بنتي اللي ربيتها، بنتي اللي أنا ربيتها، ما تقولش الكلام ده. تعالى دي قوة الروح القدس اللي بتتكلم على لسان كل مسيح. لا 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 مش عايز اسمع، مش عايز اسمع. انا مش هرحمك حتى لو كنت بنتي. الرحمة من عند الرب، وانت هتحتاج لها في يوم من الايام. هتتعذبي هتتعذبي، هوريلك العذاب اللي بيشوفه كل مسيحي. الرب عوني فلا اخشى، ماذا يصنع بالانسان؟ انت مش خايف عليا، انت خايف على ملكك اللي هيزول في يوم من الايام. يوم قلبي بخطر وانا بريت من دم حكيمتي ابشع موت. هتتعذبي عذابات عمري ما هتتحمليها. لكن يا حبيبتي لو رجعت اتبخري تاني للقليله هطلب منهم انهم يسبوك ويرضوا عني. بس يا زمان أكثر. الآب والابن والروح القدس إله واحد آمن. لا! أنا وقتك! أنتوا اللي عملتوا!
طوفان الظلم واثقف وعود فدينا زهرة في بستان شكوي دمي يا كريستينا قدام طوفان الظلم واثقف وعود فدينا زهرة في بستان شكوي دمي يا كريستينا يا كريستينا يا كريستينا يا كريستينا الوالي ما كانش ممكن يصدق ان الافكار المسمومه اللي امنت بيه بنته يكون السبب فيها بنات قلوبها قاسيه. قدروا يخدعوا بنت بريئه خلوها تخرج عن الايمان المقدس. احنا يسعدنا نكون سبب في هدايه نفس ضاله لطريق الايمان. وانا كمان يسعدني في القبض عليكم ان يكون سبب في رضا الوالي عليا. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الاشرار. انت بتتكلمي عن الاشرار؟ الأشرار هما اللي بياخدوا الطفلة بريئة ملهاش أي ذنب وخلاها تخرج عن طوع أبوها اللي اداها اسمه ربها. كريستينا كانت لازم تدور على طريق النور وخلاص نفسها بإيمانها برب المجد يسوع وتبعد عن أبوها اللي عاوز يمشيها في طريق الهلاك. التطاول على جناب الوالي ملوش غير حل واحد، اموت عليهم. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، فذاك أفضل جدا. مجرد ضحية، كان لازم تقاوم. الذنب مش عليها، ذنب اللي مشوها في طريق الشر. كان لازم تقول لا. البنت طفل بريئة، بنتي هتكون عبرة لكل اللي يخرج عن طوع الألم. الشعب هينزل لها نقطة عطف ويطلب لها الرحمة. فعلا الشعب هيطلب من مولاي الرحمة لبنته. لا لا لا، وانا عمري ما اكون معاك. حكمة ونطقتي بيها يا مولاي، الرحمة ضعف. الوالي اللي يضحي بنته من أجل رضا الآلهة يبقى أعظم الولادة، والعظمة هي طريق الخلود. لكن ما يمنعش إن أنا أحمل معاها مرة ثانية بما مكان بنتي. ارحمني ارحمني نفسك. حياتنا على الارض هتنتهي في يوم، لكن حياتنا في الملكوت
هدول دلاله الله. ما عصبهم. انت بتجيب لي انت منين؟ انت منين؟ انت عارف منين؟ مين مشيته في سباق المخاوي بالحديد. لكن يا مولاي ده جسمها ضعيف واللي بتطلبه ده امر بالاعدام. نفذ اللي بقولك عليه. وما اشوف اما اشوف هتقدري تتحملي العذابات دي قد ايه يا بنت ارباوس. ليه يا بشر بيجرحوش من سطحني ما بيرحموش من المشاعر سبيلتك حتى السماء ما بتسمعوش يا بشر بيجرحوش من سطحني ما بيرحموش من المشاعر جناب الوالي، احنا لازم نعترف ان في قوة غريبة دايما بتقف مع بنتك وبتمنع عنها اي عذاب. بلاش كلام فارغ. القوة اللي انت بتتكلم عنها دي هي قوة الآلهة المقدسة اللي بتحاول ترجع بنتي عن طريق الضلال. كل اثار التعذيب اختفت من جسمها. من الواضح اللي احنا بنعمله ده ملوش اي فايدة. بلاش كلام فاضي. سيبوني لوحدي، سيبوني لوحدي. انا مع اول نور للفجر الجديد هبتدي معاها الطريق اللي مشيت فيه كل مسيحي بيكفر بالالهه المقدسه. انا عملت ايه عشان يكون ده الجزاء اللي ينتظرني؟ كان غيره رفع البخور وقدم الذبائح لآلهة مقدسة عشان ترعاني وتحافظ عليا وعلى بنتي. لكن أتباع المصحوب بيحاولوا يخطفوا بنتي من حضن الآلهة. الآلهة لازم تقف معايا، لازم تصب عليهم لعنتها علشان يعرفوا من هو كبير الآلهة المقدسة أبو اللون العظيم. عهد علي أيها الإله المقدس أبو اللون العظيم أعيش لفضيلة من عمري أحارب أتباع المصلوب في كل مكان لغاية ما أمحيهم من الوجود. وإذا كانت كريستينا خرجت عن طوع الآلهة المقدسة مش هتاخد بيها شفقة أو رحمة. حسبي يا بابا إنها كانت في يوم من الأيام بنتي. الرحمة خلاص ما عاد لهاش مكان في قلبي. الرحمة خلاص
ما عدلهاش مكان في قلبي، ما عدلهاش مكان في قلبي. لكن لا، لكن لا. إعجابي بقوتك وقدرتك على التحمل. شايف بنتك الوحيدة بتضيع منك ومع ذلك بتتحمل وبتضحي بيها من أجل الآلهة المقدسة. سيبني لوحدي دلوقتي. عايز أبقى لوحدي. أنا هسيبك يا مولاي، بس قبل ما أسيبك عايز أقول لك على حاجة مهمة. إن التاريخ هيكتب بحروف من ذهب عن الوالي إرفانوس اللي ضحى بأعز ما يملك من أجل الآلهة المقدسة. سيبني، قلت لك سيبني. الحقيقة مولاي أنا طول مدة خدمتي معاك ما شفتش إيمان بالشكل ده. مولاي أنت مثل حي للإيمان القوي. مولاي أنت ابعد عني، ابعد عني، سيبوني لوحدي، سيبوني كلكم. أكيد بتضحكوا عليا، أكيد بتخدعوني. حد فيكم بيتكلم، يعني إيه لسه عايشة؟ فهموني، يعني إيه لسه عايشة؟ لو مش مصدقنا ممكن تتأكد بنفسك. Thank you.
فين؟ انتوا عازمين ليه؟ انتوا ليه انتوا عايشة؟ حرام عليكم حرام عليكم، انتوا لازم تكونوا جايين دلوقتي. يا عيب عارفك هكون علي حياتي على الارض ما يحددهاش غير السيد المسيح. لا مش عايز اشوفها جديد هتكون نهايتك انت وابها المصلوب يا كريستينا، وهتكون بدايه الايمان بالالهه المقدسه ابولون وارتميس. ابولون وارتميس مع اول دول الفكر الجديد تصحيني. امر مولاي. مولاي الفجر اللي مستنيه طلع يا مولاي. مولاي يعني البنت هي السبب في موت ابوها، رمت نفسها في حضن المصلوب، زعل، حزن، مات. تفتكر اتباع المصلوب فعلا خطر على الامبراطورية؟ مولاي اتباع المصلوب انتشروا في مدينة طور، ومش بس كده، ده في كل اقليم توسكانا. ودلوقتي مولاي جنبك اصبحت والي البلاد. وانا متاكد يا مولاي انك هتخلصني منهم. اربانوس كان من اعظم الولاة، لكن للاسف اربانوس من كتر حسرته على بنته يتعجل في موته. كان كل اماله ان يرجعها للايمان المقدس ويخلي الالهه ترضى عنها، وابتدى في تعذيبها، لكن للاسف كل مره تتعذب تبقى اقوى من الاول. فعلا أقوى من الأول. معقولة؟ هي فين دلوقتي؟ من بعد موت الوالي ما كانش في حاجة قدامنا نعملها غير إنها نخرجها من السجن. نعم؟ كان مبروك تعدموها، خرجوها من السجن.
بس انا ما عنديش امر صريح لاعدامها. امر وهننفذ فورا. البنت دي لازم اشوفها دلوقتي. حاضر من عيني. لكن باين سحر المسيحيين أثر فيكي، خلاكي مش فاهمة، مش عارفة إن الآلهة هما اللي ورا موت الوالد. يعني أنت السبب. كنت أتمنى إن يموت على اسم المسيح، لكن حياته انتهت قبل ما يحس بنور الإيمان المقدس. هديكي فرصة أخيرة علشان تراجعي نفسك. الألم. خلاص خلاص، تعالي تعالي اسكتي قدام الآلهة العظيمة، وأنا خلاص هنسى كل اللي قلتيه وهبتدي معاكي من جديد. تعالي. عندهم دراية في السحر. كنتش متأكد إن طفلة زيك
السن ده عندك كل السحر ده والقسوة دي. خدوها نايموها على سرير الراحة، نفوها كويس. وإيده نار. مهما تعالي نار اللي فوق القلب كله إيمان وشوق. نصلي القداس بعد كده اقعد احكي لكم على كل حاجه. يلا بينا. يلا يا ولاد. قاسي اول والي يوليانوس ده كلهم كل الثلاث ولا قاسيين واولهم اربانوس ولدها. وبعدين يا عم جاري كمل. رماها يا ولاد يوليانوس في بير مليان حيات وعقارب وحشرات سامه جدا، لكن ربنا نجاها منهم. قعدت تصلي وتسبح طول الوقت، لكن الوالي الظالم امر بقطع لسانها. لكن بتدبير ربنا يا اولاد اتكلمت تاني وصوتها عالي جدا جدا وهي بتصلي بمزامير. لما زهق منها امر الوالي بإعدامها. Oh,
من أنا وسيمة. أصلها ينحدر من سلالة الإمبراطور أغسطس قيصر. ده صليب القديس يعقوب الرسول، ده عبارة عن جزء من صليب يسوع المسيح. مقبوض عليها! مقبوض عليها ليه؟ أهم أهم هناك. إحنا متنا من زمان، من يوم الطاعون ما جانا. والمال والثروة وهم ضايع. فيها حاجة مش غريبة عليا. هي فيها حول بس مش ملحوظ. لا ملحوظ. وانتي كان ايه الذنب اللي عملتيه؟ اللي حصل معاكي كان ممكن يحصل مع اي واحدة في الدير. لما الملك درطاد يأمرك بانك تجيبها الحجرة الملكية يبقى تجيبها وبالقوة. يا شهيدة يا أم الشهداء صلواتك والد الشدة، يا شهيدة يا أم الشهداء صلواتك والد الشدة. أنا مش عايزة أروح المدرسة، أنا خايف من المعلم، ده ضربه جامد قوي. الحمد لله أنا لسه صغير ومش بروح المدرسة. عجلني عجلني، ده أنا شايفه بعدها دول هما بيقطعوا لساني. أنا متحمل مسؤولية اللي عملته. أنت عملت الصح، أمون طول عمره كده، ما يديش الأمان لحد. ويا بكيكا بكيكا بكيكا. أتباع المصلوب بيزيدوا يوم عن يوم وهيفضلوا عقبة في طريقك. كلام الرب في قلوبنا وما حدش هيقدر يحرقه. أي مسيح بيرفض السجود والتبخير للآلهة بيعذبوه. يكون عندكم ولد زي اليومين دول ربنا هيديكوا يا بنتي وفرح قلبكوا كمان ان شاء الله، هيديكوا صحاب تبقوا تسموا صحاب. يلا يا مكسموس يا حبيبي مشوارك خلص. سلام يا مكسموس يا راجل عجوز، القديسين اللي جهدوا زيك مستنيينك يا راجل عجوز. Thank you.
Thank you.